تقوم امرأة بدعوة عدد الرجال اللي أقامت معهم علاقة زنا في برنامج أنت لست الأب، وده من أنجح البرامج في الولايات المتحدة، وده عشان يخضعوا لفحص الحمض الوراثي الدي ان اي عشان تعرف مين هو والد طفلها أو طفلتها. واحدة من ضمن الحالات اسمها روزاليندا دعت أكثر من 18 راجل، وعشان تعرف مين والد طفلها بكروة خضعوا كلهم للتحاليل، والنتائج طلعت كلها سلبية ولم يكن أي منهم والد لطفلها، وده تسبب في انهيار الطفل ودخل في موجة اكتئاب وبكاء. عايز أقول لك إن البرنامج كمان قدم أزواجاً دعوا زوجاتهم للتأكد من نسب أطفالهم، وتطلع المفاجأة بقى وأغلب النتائج تطلع سلبية عشان تظهر خيانة الزوجات. البرنامج ده بيتعرض من سنة 1991 على قناة NBC الأمريكية، وده بيظهر لك مدى الانحلال وضياع الأنساب في المجتمع الغربي اللي بيحاول يقنعنا إن الإسلام ظلم المرأة، وما يعرفش إن الإسلام كرم المرأة وأوجب لها مهراً كاملاً بيدفع الزوج أو يدفع نصفه بمجرد العقد. الإسلام رحم المرأة وأسقط عنها فريضة الحج إذا لم يكن معها محرم يحميها ويحرسها ويخدمها حتى ترجع. الإسلام رحم المرأة فأسقط عنها النفقة فلا تنفق على زوجها ولا ولدها ولا والديها ولا حتى على نفسها، وزوجها ملزم بالنفقة عليها. الإسلام أكرم المرأة وحرم زواجها بلا شهود حتى لا تتهم في شرفها ونسب أطفالها. الإسلام أعز المرأة وأوجب على من قذفها في عرضها أن يجلد 80 جلدة ولا تقبل شهادته أبدا. الإسلام أكرم المرأة فجعل من مات في سبيلها ليحافظ عليها شهيدا. الإسلام أكرم المرأة حتى بعد موتها فلا يغسلها إلا زوجها أو نساء مثلها، وجعل كفنها أكثر من كفن الرجل فتكفن في 5 أثواب رعاية لحرمتها. قبل الإسلام كانت النساء بتدفن، بعد الإسلام قال نبينا استوصوا بالنساء خيرا وقال رفقا بالقوارير. بس كده، السلام عليكم.